السلام عليكم طلاب. يعني موضوع المقارنة هذا مهم ولازم تقولونه كل سنة، يجي علي أقل شيء 3 درجات أو 4. يجيني أيضا بالسؤال الرابع ذني تقرونها، يعني شلون تتحول الصفة، شلون نضيف لها ER، شلون نخليها مور، ذن هنا شلون نخلي مور. هذه الصفات الشاذة تحفظونها ضرورية. هنا شلون ضايفينها، كل شيء بالعربي مكتوب عندكم وما بي أي صعوبة. الصعوبة وين أو مو صعوبة هنا، بس يراد له فهم، اللي هو شلون أحل الجمل بالمقارنة. هاي مطيني جملة الفريتس، الفرات is long، طويل. then مسوي المقارنة بين قوسين. هذا المطلب دائما أقول لكم مهم وضروري جدا. comparative مقارنة، أوكي أريدني أسوي مقارنة. المقارنة عندي أما نضيف ER أو نضيف مور قبل الصفة إذا كانت أكثر من مقطع. إحنا أضفنا ER للصفة، طبعا شلون أعرفها مقارنة؟ أما تعرف هاي comparative، compare انطيني إياها، أو من هاي كلمة then. هاي كلمة then تجيني مع المقارنة، هاي تجيني مع المقارنة تتبون، تمام؟ فهنا بكل سهولة من مقطع واحد خلينا ER. أوكي جينا النقطة 2، cotton shirts الفوالين القطنية are trendy، trendy يعني شائع أو مديلة، than معناها من، silk shirt من التنانير العفو الجلدية، القمصان الجلدية. هنا شو سوي؟ هنا عرفتها مقارنة أو هو قال لي مقارنة بالأصل. إذا ما قال لي مقارنة يعطيني إشارة هنا معناها then مع المقارنة من، فتصير القمصان القطنية يعني شائعة أكثر من القمصان الجلدية. then معناها من، فهاي why تقلب إلى I ونضيف ER بس ونحلها. أوكي the Nile is the، أو the Nile is the long river in the world. قال لي superlative تفضيلي هنا، قال لي superlative. إذا ما قال لي راح أتشيك الجملة عندي بها ذن ورا الصفة، لا ما عندي هاي الذن، ما عندي. شنو لقيت عندي ذا؟ هاي الذا تجيني مع التفضيل، أوكي فيصير long EST عند التفضيل، أضيف للصفة EST إذا كانت من مقطع واحد. أوكي my shirt is expensive than سميرة، وقال لي comparative رايتها مقارنة. من كم مقطع هاي؟ واحد اثنين ثلاث مقاطع. فإذا هاي مقارنة هو قال لي comparative مقارنة، ومن أكثر المقطع ما أخلي لها ER، لا أخلي قدامها more وأنزل الصفة كما هي expensive مجردة. أوكي نعوف ذني تقريبا نفس الشيء، هاي شاذة هنا far صير farther أوفها، ونجي لهذه الجملة نقطة 8. هذا شوية أنا كل شرحي النقطة 8 اللي جاية أكثر شيء ذني، يعني ممكن يجي ممكن لا، بس هذا يعني حتما تجي هاي الجمل. هي الجملة the dawn is more beautiful، dawn اللي هو الفجر، more beautiful أكثر جمالا than، أو من هاي الذين عرفتها مقارنة the night من الليل. قال لي rewrite the sentence، أعد كتابة الجملة use مستخدما as أيضا عندي مقارنة as. مقارنة as شلون تكون؟ as تكون هنا وتكون الصفة بها مجردة. أوكي مثل هذا الشرح هنا اللي شارحينه as الاسم الأول، أما is ويكون منفي أو are ويكون منفي، as صفة مجردة as. مثلا appear is not as fast as معناته مثل، بس من ينفيها يقول appear الدب isn't مو مثل fast، هاي هنا بتكون مجردة. ما تخلون ER بها هنا، إذا as ما نخلي ER مع الصفة، تمام. نرجع لسالفتنا. أوكي
هو بالوزاري راح ينزل لي الاسم، هذا الاسم ينزله يقول لي the night is not okay، ويقول لي استخدم لي as. انا اجيب الas واجيب الصفه beautiful، شلون اعرف هاي الصفه؟ هاي من ورا more وقبل then، معناته هي هاي الصفه، اجيبها واخليها بالنص، اقول as beautiful as the dawn. 9. The camel is more useful، الجمل اكثر فائده than horses او than horse. قال لي rewrite the sentence، اعد كتابه هذه الجمله واستخدم as. اقول طبعا هو راح ينطيني الاسم الاول، هنا ما كاتبين احنا، راح ينطيني الاسم الاول. A horse، هذا a horse مفرد خلينا له is، ولازم منفي. ليش؟ لان يريتها بالاز از، الاز از هنا راح تكون منفيه. is not as، اجيب الصفه بنصها، وين الصفه؟ هاي useful، شلون عرفناها؟ من ورا more او then، فخلينا as useful as وانزل a camel. ومشروع هذا بالقناة موجود. اوكي. قال لي استخدم هنا as. والثاني طبعا هذا الاسم الاول ما كاتبينه، ما كاتبه انا بالملزمة، هو راح يعطيني اياه اكيد. قال لي my sister منطيني less intelligent، اقل less، less اقل، more اكثر. less intelligent than او am sorry انا اقل كفاءة من my sister، من اختي. قال لي استخدم لي as. my sister isn't مفرد، خليت ال isn't، اجيب ال as اللي هو طالبها مني as، ونطيني خطوط، معناته بنصها شي يريد، يريد صفة، من الصفة؟ هاي intelligent، انتي intelligent، تمام. اخلي بعد as وراها اوكي، واجيب من، اما اقول مي، اقول as مي. اوكي. comedy films are funny funnier، شنو مسوي هنا؟ مسويها مقارنة، وايضا قال لي عيدها as. action films اوكي، action films هي اصلا جمع، فنقول are not. بعد شنو عندي؟ عندي يريتها as، هو مطيها كاملة هنا الحمد لله. as funny، as ليش صارت funny؟ ليش ما صارت funnier؟ لان الصفة اذا انتهت بواي وقبلها حرف صحيح يقلب الى اي، فاحنا راح نرجعها مجردة ترجع funny. واجيب الاسم الاول، الاسم الاول هو comedy. هاي تمت. بقت عندنا هنا الاختيارات، شلون اختار؟ على اساس انا اختار الشيء الصحيح؟ اوكي. عندنا بالمقارنة ضروري جدا، عندنا then اعرفها مع المقارنة، وعندي ذي اعرفها مع التفضيل. هنا يريدني تختار اما مقارنة او تفضيل. اوكي. هنا he thinks، هو يعتقد leather trousers، البناطير الجلدية are، مطيني فراغ ومطيني then، معناته شنو يريدها هنا؟ من هاي العلامة دريت يريدها مقارنة، فبالمقارنة ناخذ trendy ما بها ER، لو trendier بها AR، لو AST لا، أكيد هاي المقارنة، مع المقارنة شنو نضيف؟ نضيف ER. الجواهري is noun as the point، شنو عندي قبل الصفة؟ لقيت the، معناته مو مقارنة، لا شنو هاي؟ تفضيل. أوكي، فبالتفضيل شنو نضيف؟ نضيف EST، تمام. ليش ضفنا EST؟ لأن هذا عندي مقارنة، عفوا تفضيل، ما بيها ذين حتى أقول مقارنة وأضيف ER، لا لقيت ذا فضفت هذا. I think TikTok was فراغ فيلم direct،
مطيني ذا جود، ذا جود اصلا شلع قلع ما تجي وياها، ذا جود ما تصير. بتر مع المقارنه اللي هي مال جود، البتر مع المقارنه، بس انا عندي مقارنه، لا ما عندي ذين حتى يقول مقارنه، فشنو مطيني؟ هاي راح تصير قبل الفراغ ذا والبيست، فيصير ذا بيست. ليلى بوت ذا، شنو عندي هنا؟ ذا قبل الصفه. اوكي، وعندي اكسبنسيف يقول لي اختار اما مور او لس او موست. المور واللس مع من تجيني؟ مع المقارنه. والموست مع التفضيل. هسه انا شو اقول؟ هاي تفضيل او مقارنه؟ شنو لقيت؟ ذا. ذا مع من تجيني؟ مع التفضيل، فراح اختار موست. ام ات انجلش ذان ماي براذر، سو مطيني بيتر ومطيني جود ومطيني بيست. شنو عندي هنا بالجملة؟ عندي ذين، مع ذين راح اخذ بيتر. ليش؟ لان مع المقارنة هاي الصفة الرئيسية جود، بيست مع المقارنة، عفوا بيتر مع المقارنة، وبيست مع التفضيل. ابير از نوت، شنو عندي هنا؟ نفي. زين، مع النفي اخذ فاست، لو از از، لو فاستس راح اخذ از از. اوكي، نقطة سبعة، which is the، هنا اختيار اريد the، لو مور، لو the most، fastest. شنو عندي هنا؟ عندي اي اس تي معناته تفضيل. شنو قلنا يجيني من مع التفضيل؟ راح تجيني the. اوكي، بعد اريد صفة، اريد اي ذا، فالذا راح تكون هي المقصودة. ما ناخذ، صح انا عندي ذا بس ما ناخذ وياها most. ليش؟ لان صفة من مقطع واحد، هو منطيني اصلا بها اي اس تي، فتصير ذا fastest. اوكي، نقطة ثمانية، cows are as big as، لو bigger than، هاي هنا are، لو bigger than، لو the biggest cows. عندي اسمين، هذا اسم اول واسم ثاني، يعني مقارنة مو تفضيل هنا، ويقول لي choose، اختار مقارنة مو تفضيل. فهنا ما عندي نفي، فالاز از ما راح تكون. اوكي، وهنا مو تفضيل هي، فالذ مع التفضيل ايضا ما راح تكون، فالجواب الصح راح يكون biggest than. تسعة، which is cleverest او cleverest، cleverest sorry، cleverest، cleverest اذكى student in the class. شنو عندي هنا؟ est، فاخذ the، لو then، لو the most، لا فقط the، the cleverest. new houses are not، شنو عندي؟ نفي، بالنفي شنو اخذ؟ مباشر اجي اخذ as as، هذا كلمة بهذا الموضوع.